من يوم كنت صغير وأنا بستنى أكبر، وهلأ كبرت ولقيت كل البيبان متقفلة في وشي. كل الأيام صارت وحدة، حتى فكرة إني أحلم إني أطمح صارت غير موجودة. ما حد أعطاني فرصة، الكل يبغى خبرة، لكن كيف حصل على الخبرة وأنا لسه ما بديت؟ تحس حياتك تتوقف. وفجأة جت اللحظة اللي غيرت حياتي كلها. تعليم من أجل التوظيف فتحت لي باب، زودتني بالمهارات وفرص العمل عشان أبدأ حياتي. بفتكر أما تقابلت في أول شغل ليا، جريت على أمي وكانت فرحانة قوي بيا. بتذكر أول يوم إلي في الشغل، كان من أحلى أيام حياتي. أفتخر كثير باللي سويته. بفتخر إني بشتغل مع مجتمعي. أنا فخورة جدا بنفسي. ودي أصير أحسن شيف في العالم. كل مشوار بيبدأ بخطوة، وهذه بدايتي في العالم. أنا رح أثبت حالي وأنجح. ابني مستقبلك بمساعدة مؤسسة التعليم من أجل التوظيف EFE.